أكد وزير الآثار خالد العناني خلال لقائه في برنامج رأي عام مع عمرو عبد الحميد بقناة تن أن مجلس النواب سيناقش خلال ساعات قانون الآثار الجديد بعد موافقة لجنة الثقافة والإعلام والآثار ومراجعته من مجلس الدولة. وأوضح العناني أن القانون الجديد سيشدد على تغليظ العقوبة ضد جرائم سرقة الآثار أو الإتجار بها أو الحيازة بدون تصريح، مشيرا إلى أن الدولة استطاعت أن تسترد نحو 1000 قطعة آثار مسروقة خلال 22 شهرا من 10 دول مختلفة بعدة طرق.